باها شدني دقدقني ترى ماشي أبوها اللي دقدقني وشو ترى أبوها بلي كيشوفني كيدقدقني كيعطيني قتلة أمها تاهي بلي كنمشي عندها كتدخلني أبا أمها سحارة وأبوها تا هو كيبغي الفلوس وأخوك دابا راه ما عرفت كيفاش ندير راه دابا أمها سحارة قلت لك في عظامي أنا محطتني ولا ما السحور هو اللي كيشد راه كاينين بعض الناس اللي كيسحابوا السحور والدراري بزاف هما اللي كيشدوا الراجل هذوك دوك العيالات المزوم قاتلي ما عندهمش الضمير كتقول لي اما قد ما ولدتي مع الاولاد راه قد ما غرقتي ليه الشقاف ما يقعدش الراس هذه ماشي فكره ما شافش له هرب وخلاهم ليه هي كاين اللي كيديرها الزواج راه كان الناس اللي تزوجوا كيتزوجوا بالمعقول وبالنيه الزواج ديال بكري والزواج ديال دابا فرق كبير اما اللي بكري كان عندهم النيه كانوا العروسه يجيبوها راكبه فوق جمل جايبين 40 كيلومتر وما جايبين على جمل من دوار لدوار وشوف هاد الناس النيه اللي كانت عندهم كانت النيات العروسه فوق جمل وكي نديروا هاد الجمل دروك عندو شي عقل ضربوا شي دري والجمل هرب بهاد العروسه ما يوقف بها حتى الورزازات تكون جايه للدار بيدها تولي بورزازات كاينه هاد القضيه والزواج ديال اليوم ولاد اليوم يعرفوا يعيشوا تبرعوا شوف العراس كي ولاو ايه ولا مولاي مدوز لك العرس لابس لك كومبري مليون في الفرنك مي والعروسه تا هي مركبينها في الطوموبيلات ويدوروا بها في عين الدياب في لاكور علاش كديوا العين الدياب
دورو بلا تما كيساريوها كيقولها زعما ما لاقش بك الجواج هاتي هالمواج كيوريوها المراقب. ايه كلشي مزيان وكلشي تصوب الحمد لله. نعم دوزوا هاد الشباب ستاني والله العظيم شي جواج بكري راك انا عشوائيتك ودوزوها ولاد اليوم وعيامهم زينه ما كاينش مزاح. تبكري كان بنادم يدخل عند الحجام ما كاين لا مرايه لا كرسي لا والو تا يسالي منه عاد يعطيه واحد الشقفه نص تاع المرايه عايشدو ويبدا يشوف ويبدا يعاير في المعلم واشي تا مع من تشاور فيه مال ويليش اش كاين وشاوروا علاش شاور هذا موشطاج خليه يدير ويلي موشطاج دا كتحكم في النقط وليبرام ايه الموشطاج الموشطاج راه هاد الدراري ديالي اليوم ويامهم زينه ودوزوها واللبس كي ولا والحديد الحديد كي ولا ايه حديده 140 مليون وانت راه كاين الحديده اللي كدير 200 مليون 300 مليون يا ابو جلول ايه اي كاين شي حديد على شي رعاوي انت هما الحديده ديال 200 مليون كي دايره صحيح المهم مي ترى بلي تركب بحال راك غادي ناعس بحال ما راكبش حتى ما كاين لا تزعزي على تفد بيد طوموبيله اللي ما كانش مولاها ما ديماريش ايه الكود مي هذا هو الحديد ايه دراوش عندنا مساكن عندهم شي براوط سابخة الراس وواحد الشداد على الجير عند واحد ليركات ومع ديك ليركات عند ديك المالة كبيرة بزاف وثقلت مع السانطوفير تا هما راه اوتوماتيك هادوك ليركات راه ملي كتخبط المالة كيتشرعوا البيبان بربعة اوتوماتيك مزيانة مزيانة ايه شو الحديد كي داير عند الروط ايه وهاديك الحديد هاديك ليهاش هاديك الطوموبيلة ايه حديد راه عند مواليف ايه وكتلقى البار بريز عبد الله ورقع عامر دبال عاودي علاش علاش حيت ما كديماريش كيدفعوا بيه الدراري تا كيعياو ايه وكيدخلوا عليه ويزيدوا سخفتينا الله يلقيالك اش هاد الحديد اللي كيجيب النعله ديال الوالدين وانت عرفتي واحد اش وقع ليه هذاك البرنامج ديال المختابون ايه واحد عنده واحد البرويطه كينوض ولدو كيدفع فيه معاه مسكين من السبعه وين دفع حتى للثمانيه تسعود سخفوا اي دري تقهر مسكين هو ما عرفوش فين زاد ما عرف سنين هرب امه مسكينه هي تمشي لذاك البرنامج ديال دوزان ايه قالت لي ما ودي ولدي راه هرب لي يوم عرفتو فين مشى قال لها كاين لا الميكرو دوي مع ولدك لا كان يسمع بك راه يجي عندك وهي مسكينه بدات تبكي على نيتها من دوك العيالات القدام وا وليدي وانا وردين قال لك انت كتسمع فيا اجي راه بوك راه شرا باتري حيت مسكين باه قاهرة الطوموبيل ما قالش يشتري لها باتري باش يديماري هاد الدبيع قالت لي تهنى من الدبيع وسي التامي واد الحياة تا هي راه ماشي سهلة راه كاين اللي كيعرف يتصرف مع وليداتو وانت كاين اللي طالع براس مرتو كاع مرتو والدة معاه الولاد وما تحملش فيه الشعرة تكون صابت تكون حرقاتو حنت فلس ما كيعرف يدوي ما يعرف يعيش ما والو معقد صخور ديما هو عايدور ويدفل تفو كون عقل اصني ربي انا ولا العيشة كون عقب سك ربي انت درك مهم لا تصلح كاع كان بحالك تموت منهم 700 لاش اش من تاريخ خليت حبسك ربي انت هو القروج الله يعاونو اش عرج ليه غنو مي 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 الله يسهل عليه دوك عوازة كيبقاو تابعينو تيبياضو ما صوروا من نوال اوكي براد هما صحيبي شتي رجلي المرضيين كبيرين اي نعم بنادم عا يضحك ويفوج وكتعجبني حتى السي التامي ديما ضاحكت الحمد لله مالاش خاصني بخير وعلى خير احمد الله ونشكره داكشي دخلت الماء مزيان دخلت الضوء الحمد لله باقي خاص الدار يفرج بيها ما كاين بس الدار دابا تجي تاي اي الماء راه دخلت بوديجه اي الضوء راه عندي الشمع عندي بوطه وتحمد الله وتشكره واش خاصك وانت راه خاص بنادم يحمد الله على صحته اياه ما البشر عمرو ما يقنع كيفاش مزاح راه اللي عنده منيار خاص وجوج شو بنادم قبل ما تكون عنده الدار اش كيقول اش كينول وكيقول لك واش من نهار نتفكوا من الكرا ونديروا اقبر الحياه شي دويره واخا نشرب فيها على الماء والخبز وما يدقش عليا مول الكرا وعايد يدير الدار ويبنيها ويقول لك خاصني نكري لتحت
ونسكن الفوق. باغي يطلع الفوق شويه كيبغي يباد مع جارو، كيقول لك هو عنده 4 طبقات انا ندير 4 طبقات، شويه يدير ريدوات. وهذه هي الدنيا، الدنيا فيتنا. نعم تبحر مكره الزياده، حنا شي قنعنا. تيموت بنادم ويديه للروضه كيشتي اخر ركبه في الحديد هي ديك ديال لابيلانس. الله الله، كيديو بنادم كيدفنوه في التراب بلي كتضربوا الفيقه، كيلقى راسو تراب من هكا وتراب من هكا وفمو عامر تراب، عاد كيرتاح ولابس على البيض بحال كيبيع سايكوك. ايه لا اله الا الله، هذه هي الدنيا. شوف هالمره المرضيه دروك انا بغات تحلم على راجل شي حلم مع الصباح، تقول لي البارح رانا في منام الله نعست على جنبي اليمن وقريت ايات الكرسي الله، ونشوفك تراكب على عود بيض وانا على عود بيض وصادين القبله. كيقول لي واقيلا هاد الحلمه ديالك ما تكذبش، واقيلا لا غنمشيو للحج. جلات الخير العام الجاي ان شاء الله نمشي ونديك معايا. ايوا كيمشيو للحج، يزوروا المقامات ويرجموا ابليس، يرجموا ابليس. نعم ويشربوا الماء ديال تما ما يضرهم، ما تقلب عليهم من الزلام ما والو، ويجيبوا الباروك تمو جايبين من تما، جايبين ماطر مفصلين باروك، جايبين توابات، جايبين الماقن، جايبين الباروك للجيران تسابح الزرابي. الله في العائله. ايه وجو النحس نهار اللي بغي يمشي للحج كيعيط على شي وجوه المحاكة، ولادو كيتضاربوا ديما كيمشيو للحبس. وجوه النحس وشي جيران عدو ويبرك ولادو الوسط ويبدا يوصي بيهم. اش يقول لهم؟ اشتو اش كاين يا جماعه؟ اش كاين؟ انا رانا غادي وشوف نعقب ولا ما نعقبش، ويوصي بولادو شوفوا انا راه ما نبغي بسالة، ما نبغي زيادة، اللي دوا غرقوا معاه. هذا طيف هذا طيف. وهاكا يمشي يحط رجلو في الطيارة ويشدو شي وجيع رقيق من البطن ويطيح على بو الغضب. هاكا يوصل تما الناس طوف، هو بارك تما نازل عليه شي غضب ما يخرج ما يدرج، حاط عليه شي زب شي دبان فرق ديال الموت. لطيف لطيف. نهار اللي تلقاو لي المطار كيجيبوا له عام تكينوا عليهم زي مسهرس. هاي عاد كيجيو عندو دوك الرهوط اللي جاو عندو نهار اللي بغى يمشي يبداو يسولوا فيه، ويلي يا صاحبي جيتي ما بحالتك ما يتشافش. كيزيدوا عليك يخلعوه. وكنتي صحيح كيلعاود هاد الحج عاد ضطي فيه صافي. اش داك لي تا واه ما فرحش بك سيد النبي واه وعاود لينا وطفتي هو مقابل ما انا هو اللي مشي يا خويا وانا مريض ما خرجت ما درجت ما والو يوم حلمتي ما والو وحلمت اخويا. باش حلمتي؟ وقف عليا واحد بعود واخويا الله الله وعدو سيف جاي بشرك ما دوا معايا تنخشني بداك السيف، وقال لي شوف انهار باقي تجي لهذا المقام انحيد البوك الراس على الجنازه. شتي وجه النحت هذاك المقام ديال وجهو.
باش تقلبوا الكباريات ودخلت ليهم ولقيت الطفلات وقاروا بيا واخترت الريالات وبعي فيا يا ابو البطاق وجيت بحر فيك وجيت بطاق وما نعرف نعوم ولا نطاق وبيا عطق عافية مربوطاق وجيت نزورك حجم السادات والمجد قلب والكباريات ودخلت ليهم ولقيت الطفلات وقاروا بيا وطبيت الريالات وبعي فيا يا ابو البطاق مدوزينها احباب وغادي معاه بخاطي مشو للبحر زوينه وبغالي السلامه ومقابلهاش من نهار نولي وليدنا ولا بنيتنا يجي معانا للبحر بحال هكا هو محترف وكيعرف يعوم كيدخل الوسط وباللي بغى يعوم هي مقابله عزيز اتونسيون هو مقابله صبا صبا شيري جومون بيان ايه زعما رانا كنعرف نعوم نعم يا طلع على بحرور غادي يدور بلا قانون وصف وغادي للبحر داو yeah. وغادي معاه بواحد خيتي مقابله عنو سل خيتك رانا نحس بركابية وظهري راه البرودة قال يا طبيب دفني في الرملة اي بقات في الرملة يا وصل للبحر وما هو كيحفر لها كابات yeah. احفر لها واحد لها كاب وغطاها بالرملة بقيبان فيها على الراس بغيت هن منها او دخلتها ويت شلبت كي الجمل قاع العيالات والدراري اللي حداه قاعد يهربوا ما يعرفش يعوم بكرثر اي ودي البحر مدوزينها الشباب هادي خيتي بقات مدفونة تما كيبان فيها على الراس في البحر بالرملة شي دراري كيلعبوا الكورة جاو فيها عفطوا لي على وجهها رعفوها قاع ولا الدم دات تغوت جبدوها شي عيالات جر واحدهم ويام قابلهم ويلي على التخسي خندم تجيت مع هاد هاد مسخوط الوالدين قي عمل فيا تا جابني وهما يمسحوا ليها بالدم عا تخرج خوينا بارور
ملقاش بدا يدور ويسول بالعيالات تما. وحال المرا كانت مدفونه هنا ما شفتوهاش. واش هذا بحر ولا روضه؟ استاذ الرعاوين ايه والبحر مدوزين الشباب البنات والولادو. نعم شي فورمات كبيرين تبارك الله. ايه وذاك الشيبان اللي غادي تما دا هو كيدور. ويه ويدور ويقيد في المقاز التابر على المنكر. وانت ملي عارف المنكر شكون اللي قال لك جي؟ علاش غادي تما اش كتشوف؟ المرضيين في ما مشى يعرف يعوم. نعم لا مشى لا بيسيني كيتلاح دريات يصوروا فيه. نار يا اختي عرفتي والله العظيم الى عوام عم لورات لح من عين الدياب وخرج من مكناش. آه بزاف بزاف اشري انقص شويه انقص. اي نص قاع تا هو باغي تلاح بلا بيسين وتشوف. تلاح تلاح على كرشو وتزوى. الله الله اي ذاك المكان زرق ولا كحل مع تشارب القهوه ولا تلاح على كرشو الزوا. هلوت هذاك لابسين ثاني. ايه الرهوط. واللي ما يعرفش شي حاجه علاش كيدير راه كلشي كيجي معمالي هاد في التابل. لك هاد الحالة واحد تفاد شهادة السكنة مالك ماشي من حقك تاخذها مالك شهادة السكنة شنيا كاع؟ من حقك ولكن خاصك تكون ساكن وقانوني ساكن. كيطلبوا فيها اش كيطلبوا؟ كيطلب لك قال لك جيب لي رواسب بأن راك كاري ستة شهور من عند مول الدار ولا من حقه ولا التزام ولا من حقه ولا شي ورقة ديال الماء ولا شي ورقة ديال الضوء. يو جيب لي الرواسب تا ولا جيب التزام فين ساكن مال؟ فين ساكن انا؟ ياك عارفني انا ساكن احدى الواليد ذاك المعشوش ياك براك احداه ديما مخاصمين انا وياه. قال لك اعطيني اتساع جاري عليا انا معشش حداه. جيب شي ورقه ديال الماء باش كتخلص ما دخلنا لك بلوش حنا ياك اينا ما داخل عندنا ياك على العوينه
مشينا عند الحساس ديال العوينه قلنا له يا ودي رانا ديما كنسقي من عندك من هنا. قال لك هاد العوينه راه عشوائيه راه شي نهار يحيدوها. ما تفهمش معاه. ما تفهم معنا والو. جيبوا ورقه ديال الضو. ورقه ديال الضو تمني غنجيبوها حتى حنا عندنا شي ضو. وانا حنا مشينا عند مول الحان ود اللي كناخذو من عندو الشمع قلنا لي يعطينا شي بون بان راه كناخذ من عندك شحال من قرطاس تاع الشمع في الشهر. قال لك انت باغي تكحلها عليا تجيب لي مالين الضريبه والمرابحه. ما عندكم حتى حل صعيب وتا نتوما هاد السكره ديال العشوائيه صحيبي راه زايده. واش نقول لك صحيبي راه حنا محنين وصافي. اجات الشمس راه حنا كنتقلاو. جات الشتاء القطره ملقين الشطوله البانيوات القطره كتقطر. داك المعلوك تاع ولد اختي هاك العوار تا هو طالع بوك الزنك قريب وقال لك يدور في التمثيل. قال لك باغي يشد العالم باش يتفرج ما شاف كاع هاد الفراجه اللي فينا حنا. ودي تمارا راكم محنين اصحابي محنين. الله يدير لنا تاويل وصافي. هاك الدور بلا قانون وصافي. مرضي وفيه الفيال
كيف مزاح؟ تحاش السامعين راه الكلاب دابا فيهم مرضيين وفيهم سقعين. كاينين كلاب المرضيين هما ديال الالمان. فيرجي. كيديروا في الديوانه. الى نبح عليك بحال شهدت لك 60 واحد. كاين كيقلبوا بيع المخدرات وعلى السناه ممي كلاب عندنا حنا فيهم دعاوي بالبلا في الدوار. الناس راكده ويبات الليل كامل هو مقابل حمار. هاي 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 ومولاي يصبح يعاود ليهم وهمزوا عليا البارح مع الوحده. شكون هما؟ راه كلبك مسطي. كلب ما عنده ضمير. وهاد الناس اللي كيحرقوا تا هما السي الجيلاني. هي كاين اللي عنده العقل وراه كاين اللي قاري. اللي قاري ومشى تما جات معاه من القرايه كتلعب دور كبير. اللي كيمشي تما كيدبر على راسو كيسول القوري وكيتفاهم معاه وكيديبانيه ويخدمو ويصوب وريقات ولا قوريه يتفاهم معاها يبقى فيها. وكاين اللي مسكين ما قاريش مزفت وغادي. ليش غادي؟ كيلحق تماك مسكين كيدوخ كيولي يدور بلا بلان ما قاري ما سامع يولي علي شافو عدو طاقيه يقصدو سلام عليك. كان من العلوة. العلوة تما من خلا دار امك هذاك العلوة كاينة تم. I'm
واهل البريطل واكي ديره دا بريطل وانت فين اصحي اتك تشوف وفين الحديد وتش من الطوموبيل الكرويله اصحي موالف كتخطف البلايص به بالطوموبيل اشتغل على كرويله والله ما الكرويله بعدا ما تخلص لا ضريبه لا سيرانس لا والو لا مشكوك مزيانه الكرويله العلف تاع العود بعدا وش لكن لا بروسيات لا والو يا صاحبي الطوموبيل راه كشطتنا صح هذيك الطوموبيل كانت عندك حتى هي صاحبي كيف تدير معها تفينا هي بعدا كيف تفينا هي طوموبيل صاحبي اش غنقول لك راه من نهار الحديد راه عند مالي ترى انا من نهار كشبت هذيك الطوموبيل عمر الدراري عندي انا ما تكسا ولا شبعوا ولا ديما عريانين جيعانين اللي صورتها كدي هذيك الطوموبيل فين هي دابا بعتيها ولا ترى في الفوريان الفوريان وي وتما الف ما كتوقفش ليهم اصاحبي ايواش ما نوقفش وليش هاد البوليس هرب تبين نهرب راه خرجوا هاد البوليس هاد الصوار هادو الله يعاونهم طريبين وخفاف كيتريني والله ما يتفاكوا معاك زعما لا درتي لا فوتو اي حسوك توقفوا صافي ادخلوا لي الفوريان البنوات راه ملحوسين فران امان ما كاينش وخرجوا من الفوريان شحال تخلص عليها كاع تا هي 3 شهور وهي في الفوريان عرفتي شحال حاسبين عليها كل راشي 70,000 هي ما تجيب تا 10,000 يعني راه ماشي طوموبيل عندك راه روح كانت عندك هذيك كانت مع الريان يا صاحبي وكانت نافعه كتخطف فيها بلايصات اصاحبي وكانت نخطف فيها البلايصه صاحبي كان هز فيها 12 واحد او 12 كي كدير لهم ايما كي كدير لها 12 تغز اربعه حدايا ثلاثه على اليمين واحد على اليسر وواحد قدامي شتله ورجوج في المالا وي تدير ربع حداك وواحد قدامك وصيد هي كي غدير لك السوق هاكا نرقب وصافي غاديين على الله وي مي مغامر راك واعر صافي وي وكتخلص وغادي صايد من عندهم تخلص عام من عند هذوك اللي حدايا هما هذوك اللي في المالا هذوك راه عارفهم هذوك اللي ما حل اللي ما خلصش ما نحلش على بو معتقلهم واش غنقول لك وين صاحبي قهرونا قال لك دابا دابا راه ولاو صاحبي راه خاص الطوموبيل تكون ناضيه ولا ما تسيركليش بها ايه قال لك الشمطة ودير لها الشمطة مال الشمطة غتروح لبيتها تا الشمطة كي غندير لنا الشمطة كنهز بها 12 واحد الشمطة كاع غندير لهم الشماطي وهم كي غندير لهم نربطهم ولاو كلاب 12 واحد كل واحد غدير لي شمطة والطوموبيل عندك ماشي ديال الشمطة بعدا وانت الطوموبيل عندها 40 عام راه كاع مقرشة البلاصة اللي غنديروا فيها الشمطة راه ما تشدش ما كاينش اللي غنلصقوا الشمطة القضية صعاب دابا ولاو على الشمطة وعلى الطوموبيل اللي كانت كدخان والدخان الدخان كتخرج الدخان اش غنقول لك صحيبي راه دارت لي مرض الضيقه ترى بلي انت مغادره الدخان كيدخل عليا حتى لداخل ما عرفت انا غادي في طوموبيل ولا فران ولا على كنتي مشلول كنتي في الحبس وصل اي اخويا وقهرتني الماكله كتاكل بزاف تاكل شحال كتاكل في المية تاكل خمسه سته انت كذبتي وديك الموتور عندك الدكاك ياكل خمسه كثر خمسة ديال اش كتب تتسحب من ميسانسو واش والزيت خمسة عزي وايه هما ميسانس راه كتاكل شي 25% ولا ايش قلت لك انا عمرني ما طفرتو معاه وبازت لك معاه صحيب ايه وكنت عرفت تسوق غادي بلا فرانات بلا سيميالات بلا وايه براكه روح صاحب واه كنا نهربوا السهام مع القضيه تزيرت ما بقى فين تهرب والله ما الكرويله صحيب الحديد هذا هو الحديد راه عند موالي اش قربك حتى الحديد وانا قول لي ابو شلول نعم على الجواج ديال هاد الايامات والجواج ديال بكري ياه وبكري راه كانت الجواج ديال النيه كاين اللي كيكو عطوها ليه بخطبوا ليه عوالديه ما يعرفها ما والو تيدخل عليها تا هو بحال جمد ويضحك جاب الله عفابور وكيصدق داك الشيء ياسي محلوم وشو دابا كاين العرس اللي كتخسر فيه 40 مليون فديك السيمانه يتفارقوا ما كاينش المزاح والله ما بقى الحياه فينا هو الحياه بشام عم ولي ويلي ويلي زواج النيه دات امي وبا سبع شهور ويا عدو عدا عرفات سميتو ما زواج اليوم حلت السويله والدلاع طلع ودوق عجبك خود ما عجبتك السلعه ترجع للكاميو ايوا هادشي اللي كاين دابا الناس راه معاشره وصاف وراك اللي شادوا الصبر وصاف الولف بغا يطلق ماجد ولا القانون واعر دابا راه كاين راه كلشي فيه القوال نعم شنو نهار بغات تتزوج تدرك في الكتبه شحال كيحسبوا 20,000
الريسيبو الريسيبو ديال بحال شارب بيكالا الريسيبو 20000 فرانك ما كاين كاين اللي بوها يقول لك هادي هادي معاها الكاغط وجر وديها ايه وليتو لازم معاك جوج دراري ولا ثلاثه وتفرعن عليك وتلبس العشرة سير تحاسب تاني ما بقاش تربح على بال لا والو خاصة دابا تدبر لي حل السكنة وهاد القودات عندنا تا هما تبارك الله واخا كاين اللي كتسلخوا المرا سيدي وكيحكم على بنادم يدخلوا للحبس خاصكش تعدى عليها هو راه هو برضه المرا نيت علاش راه كان واحد كيديروا الركن المتغيبين نعم كيقولوا فلان ولد فلان اللي تغيب على مرتو مدة من عامين إلى ما بانش من هنا ل 15 يوم راه غيتزوج بها القاضي على حساب الشرع والقانون علاش بنادم كيهرب وات هاد العيالات اسيدي والله العظيم اللي عاطيهم ليام بالله ايه خدامي شو دابا المره لبست هاد القيصريه ولا هادي اش كتخير اش تختار سلسله ديال الذهب العيالات دبيل دبيليج ديال الذهب العيالات طوينكات العيالات سوتيامات رويحه زوينه شي شريبيل العيالات وحنا الرجاله لابسين الجوطيه واش نقلبوا يقلب على شي فاس بالا شي كبوط ديال نصرانيه ميته شي برويطه عدا يد باغي سودي لا يد اخرى ثاني شي كروسه ميت ليها البغا اللي يجرها هو البغا النيت ايوا والعيالات اسيدي الله يعاون براه وهما مزيانين العيالات مازال تشوف مازال وعمر المرأة ما تدور فيها لا وعمر المرأة ما تدارب قدامها تدارب قدامها انت ايه وين وين اش عم واحد بغا دير ليها الجريبة بغا تشري لي هات غادم قالت لي فلان غمزني ايوا راه راه داك مول الكومبلي راه غمزني ويرجع ليه ما تغمز المرأة يا ودي ما غمزتها سير بحال هاديك سير سير تمشى تمشى لا خمس ديال شنو هذاك هنا مول كومبلي صحاح من هذاك صحاح جمعوا بواحد الشمال طيحوا على راسه خرقب ليه مع التريطوار وسار يصوت فيه من مي قدامه بقى عندو شي قايمه مع المراه هذاك ما بقاش يقددوا واخا يقول لها جيب لي نشرب بالزربه تقول لي حاجه راه ليا انا وديرها مع هذاك لي لا داربوك ديك النار شتي هاد الشوهه كي دايره منا لا الفضيحه مصيبه هادي ايوا المراه ما تجيش تسيطر عليها بزاف السياسه ديال العيلات راه واعره والله حتى نهرس بوك انا بوك لا العقل نعم تخدم مع الصحه هذيك القهوه اللي كتشرب تا ولا هذيك الحريره ولا مدوز عليها الطبيب لا بغات تخدمك راه شي لعيبه بالزربه تلاقي لك سلوكه ومشي دي بها ولي سافير ديال الحماق بويا عمر واش هو المراه المرضيه درك ايه والله العظيم ديما كترفع راجلها قدام العيالات وتبغيو يكون سيد الرجال وتشجعو وشاده ولدها وتعاود للعيالات اش تقول لهم عينيها عينين بوه سبحان الله يشبه ليه وفموها فم بوه وباشتوها وباشت بوه وما كنتش حامل معاه في الوحم وجدتو هو عزيز على راجله ايه سي حميد راجلي سي حميد ايه النمروده شاده ولدها قد الكريشون وحني في قد الرداع الله الله عاود تلعب بيه قدام العيالات يا عيني يا عيني نسيكليس هوي 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 يا ود نوح عاود نمو الباخر مزيان يقول يا الدري ما نسال فيه والو انا لا والو راه كيجيب باني بنادم السير هاكا نسير عليه زوج اصرف وسكت هذا شحال باش عرفتك هذا شحال باش عرفتك هذا شحال باش عرفتك هذا شحال باش عرفتك كبرت بيك وشرفتك حاشا الله واش غدرتك ودغيا خويتي بيا غادي غريبك يا الحراميه اش كان سببك يا غريبك يا العينيه اش كان سببك هذي غرايبك عاد فرقي عليا وكان تيك تحلفي ليا تيك تحلفي ليا وقت تيك تحلفي ليا تيك تحلفي ليا تمشي وتجي ليا واليوم وليتي شي شي هذي غرايبك يا الحرام يا ابنا اش كان سببك هذي غرايبك يا الحوام يا ابنا ويلي 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 هذي غرايبك عاد فرقي عليا وكان
باش عرفتك كبرت بيك وشرفتك حاشا الله واش غدرتك ورجعتي قدوري فيا غبي قريبك الحرمية اش كان سبك اش كان يقول لك هذي غرايبك عقري لي وكان خرجوا الوليدات هما مرضيين تربية حسنة كاين لا كلام خايب لا والو نعم كل واحد عارف ما تاخرش المروضة وانت كاين الدار اللي فيها خمسة دراري ولا ستة وما تسمعش الحس باللي كيدخل بهم اش كيقول ليه كيبداو يتغامزوا سكت المعلم دخل المعلم هو بهم احترام كاين الدار اللي فيها جوج دراري ما مربينش مصيبة ايه فضيحة حسن الشجالة مفرتكينة ايه البرابور مخسرينو لا جاش ضيف يقريسيو ويلي هاتيجي عدو نغزو واحد درهم بيني وبين هوي وهذا هذا ولد هذا هذا راه شفارة البروجل انت راه التربية ما كيناش احترام الانسان خاصو يربي ولادو وكلو وشربو ايه وكاين اللي ما حكمش تاع على مرا وجوج دراري وقال لك باغي ترش حازم اي تاهد ومصيبات مرتو محكم اجوله وغالبينو وهذا اللي مجوج هذا واخذنا مروده لا جات العطسه ناري ناري وهذه ماشي راه نمروده هذه لكتي واخذ هذه راك طريقه كحله غتمشي للحبس تمشي للحبس عمرك ما تفرق سطي راه نسيبت بويا عمر يبغي يتزوج خود شو هالمره المرضيه نعم شافت راجل لا طير ليه ترشقوا ليه مسكينة جي حداه ومالك عام غوبوش ومالك طير ليك تساعد معاه اك ما مريض قولها لينا ونسبوا لك ولا نمشي معاك لشي طبيب والله العظيم الى وجهك بخير حتى مشتك هاد الايامات ما بقيتيش عاجبني ودير لي خاطره ها وتيم مصوب الراس هي الهوينات وما دوك المشياكي الحمامه والله اي وهذيك هي الحياه الا كانت المراه فيها امان معاك راه داك هو الربح كاين اللي واخذنا مروده سخط الوالدين واش هذه اللي كدعي على راسها على الصباح انا بغيت ليا تهريس القله انا الله يلقيها ليا انا بغيت لبوك واحد الباطل ترى الفهلاته والله يلف الزين بالله يا خود الزين ايه ممي الفن عندك مره زوينه ومره تيجي حدا راسك لا البارح خلعتينا واليوم الحمد لله وتشجعك واخذ قرضه تمريض دارك على راسك ويا مقابلاك يا لا بقيتي من الاربعاء عندك الزهر صافي كتحيط ما كتخرج عليك مشي شي وجه النحس الجوي قوي يا مصحب الحشيش كيبرقق يا
سي بازمان انواع ديال القلبه. وي بنادم ولا باغي يعيد وخشو بكري. دابا بنادم الا دروا راسو كيقلب على فانيده يشربها باش يفوت راسو. اه دابا كيقلب بنادم على القلبه وما لقاهاش. ايه ها السيليسيون، ها الحشيش، ها الغبره ديك البيضه، كاينه الغبره الاخرى ثاني ديك النفحه. اه الخالد كل واش كيدير؟ وياس وكاين شي مساخيط ثاني اش كيدير؟ هو قالك شد باريزيانه وكيديرها في الشاكمه ديال الطوبيس ويتسنى الطوبيس يدير الدوره ويرجع وياكلها باش يتقلب باش يدوخ. ايوا سرق الزيت اس وين عفاريد وسرق الزيت كيف تخوي كمي واد العفاريد. اه ولدت اه لا بنادم باغي يتقلب علاش هاد الاولاد دركو الناس؟ اه هاد السياسه دابا ديال الاولاد بزاف من الناس جايه من العروبيه. وبكري العروبيه راه كانوا يولدوا الاولاد راه عنده 80 قطار ولا عطا الله التيسع. خاص الدراري يحميوه وكانت تسيبها خاص ولادو يخدموا مع 80 قطار اللي حرط اللي يزرع اللي يورد البهيمه صالحي ليه 8 ولا 10 قد ما كان. وهذا اللي مزاحم دابا في براكه ولا كاريبيت علاش بغات الدراري؟ مع الجيران والد السيد قال لك 5 و6. واحد السيد شرى العيد الحولي ديال العيد. ايه شراه بكرابه قال العيد شي شهر. اه وجابو كاين الزعام وساكن في المدينه هو كاري عبيد. اه فين دار هذاك الحولي؟ فين؟ داروا في بيت الماء، كاين واحد بيت الماء في السطح. ايه ربطوه فيها. اه صور الحولي ما بقاش كيقول معاه. اه ولا يقول يا. ايه بدلت لي اللغه. انا السكنه ما كايناش. نعم دابا علاش دابا هاد الشباب ما بقاش بغا يتزوج؟ نعم راه من الازمه ديال السكن بنادم ما كاين غير تكري كوزينه ب 12000 ولا 14000 كي غدير تولد فيها كلشي غلا. دير فيها الثلاجه دير فيها التلفازه كي ما الدريات ولاو شيطينه. اه الدريات تبارك الله دابا تا هما عندنا الحمد لله هادشي دابا ما بقى حيا لا والو. هما من نهار خرجوا ثلاثه مشاو ثلاثه. نعم نهار خرجت الكوكوط ما بقات بنا. ايه من نهار خرجت الشكوى ديال القصدير شل البن ما بقاش البن باللبن لا والو. نهار خرجت الصايه ما بقى حيا. لا الدريه دابا قدام باه كتصيق. اه وعريانه كواك وباه مقابل ما عاود ليها و زبيده فورماد باغي يبيعها. ايه شتي تبارك الله سيدي راه حنا تقدمنا في هذا الشيء سيدي ديال الحياه. ايوا الله يرزق سلام ماشي الله يستر.
يمشي فيه المرضي وبيلسع. كيش مزح؟ حاسس السامعين راه الكلاب دابا فيهم مرضيين وفيهم سقعين. كاينين كلاب المرضيين هما ديال الالمان. بيرجي. كيديروا في الديوانه. الا نبح عليك بحال شهدت فيك 60 واحد. كاينش كيقلبوا بيع المخدرات وعلى السناح ممي. كلاب عندنا حنا فيهم دعاوي بالبلا في الدوار. الناس راكده ويبات الليل كامل هو مقابل حمار. هاي 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 ومولاه يصبح يعاود ليهم. وهمزوا عليا البارح مع الوحده. شكون هما؟ راه كلبك مسطي. كلب ما عنده ضمير. وهاد الناس اللي كيحرقوا تا هما السي الجيلاني. هي كاين اللي عنده العقل. وراه كاين اللي قاري. اللي قاري ومشى تما جات معاه. من القرايه كتلعب دور كبير. اللي كيمشي تما كيدبر على راسو كيسول القوري وكيتفاهم معاه وكيديباني ويخدمو ويصوب وريقات ولا قوريه يتفاهم معاها يبقى فيها. وكاين اللي مسكين ما قاريش مزفت وغادي. ليش غادي؟ كيلحق تماك مسكين كيدوخ كيولي يدور بلا بلان ما قاري ما سامع. يولي علي شافو عدو طاقيه يقصدو. سلام عليك كمل العلوة. العلوة تما من خلال دار امك. هذاك العلوة كاينة تم. موزه والتقزاب. حيدنا الحياه والادب تبعنا الموزه.
واهل البريطل واكي ديرهم دا بريطل وانت فينا صحيح تاك تشوف وفين الحديد وتشت من الطوموبيل الكرويله صحيح موالف كتخطف البلايص بالطوموبيل شتقدر على كرويل والله ما الكرويله بعدا ما تخلص لا داريبه لا سيرانس لا والو لا مفكوك مزيانه الكرويله العلب تاع العود بعدا وشا ما كاين لا بروسيات لا والو ويا صاحبي الطوموبيل راه كشطت ناسا هذيك الطوموبيل كانت عندك حتى هي صاحبي كيف تدير معها حتى فينا هي بعدا فينا حتى فينا هي هي طوموبيل صاحبي اش غنقول لك راه من نهار الحديد راه عند مالي ترى انا من نهار كسبت هذيك الطوموبيل عمر الدراري عندي انا ما تكسا ولا شبعوا ولا ديما عريانين جيعانين اللي صورتها كدي هذيك الطوموبيل فين هي دابا بعتيها ولا ترى في الفوريان الفوريان وي وتما الف ما كتوقفش ليهم اسعد ايواش ما نوقفش وليش يروح هاد البوليس هرب تبين نهرب راه خرجوا هاد البوليس هاد الصوار هادو الله يعاونهم طريبين وخفاف كيتريني والله ما يتفاكوا معاك زعما لا درتي لا فوتو اي حسروك توقفوا صافي ادخلوا لي الفوريان البنوات راه ملحوسين فران امان ما كاينش وخرجهم البوريان شحال غتخلص عليها كاع تا هي 3 شهور وهي في البوريان عرفتي شحال حاسبين عليها كل راه شي 70000 هي ما تجيب حتى 10000 يعني راه ماشي طوموبيل عندك راه روح كانت عندك هذيك كانت معريان يا صاحبي وكانت نافعه كتخطف بها بلايصات اصاحبي وكانت نخطف بها البلايصه صاحبي كان هز بها 12 واحد او 12 كي كدير لهم ايما كي كدير ل 12 تهز اربعه حدايا ثلاثه على اليمين واحد على اليسر وواحد قدامي شتله ورجوج في المالا وي تدير اربعه حداك وواحد قدامك وصيد ايه كي غدير تسوق أكل رقب وصاب يا غادين على الله وصاب وإني مغامرك واعر صاب وإيه وكتخلص وغادي صايق من عندهم وتخلص تخلص عام من عاد هذوك اللي حدايا هما هذوك اللي في المالا هذوك راه عارف هما هذوك اللي ما حل اللي ما خلصش ما نحلش على ابو معتقلهم واش غنقول لك وين صاحبي قهرونا قال لك دابا دابا راه ولا صاحبي راه خاص الطوموبيل تكون ناضيه ولا ما تسيركليش بها ايه قال لك الشمطة ودير لها الشمطة ما الشمطة غتوحل فيها حتى الشمطة كي غندير لها الشمطة كنهز بها 12 واحد الشمطة كاع غندير لهم السماطي وهم كي غندير لهم نربطهم ولاو كلاب 12 واحد كل واحد غدير ليه شمطة والطوموبيل عندك ماشي ديال الشمطة بعدا وانت الطوموبيل عندها 40 عام راه كاع مقرشة البلاصة اللي غنديروا فيها الشمطة راه ما تشدش ما كاينش فين غنلصقوا الشمطة القضية صعاب دابا ولاو على الشمطة وعلى الطوموبيل اللي كانت كتدخن والدخان الدخان كتخرج الدخان اش غنقول لك صحيبي راه دارت لي مرض الضيقه ترى بلي انت مغادير الدخان كيدخل عليا حتى لداخل ما عرفت انا غادي في الطوموبيل ولا في الران ولا على كنتي مشدود كنتي في الحبس وصات اي اخويا وقهرتني الماكله كتاكل بزاف تاكل شحال كتاكل في المياه تاكل خمسه سته انت كذبتي وديك الموتور عندك دوكا كياكل خمسه كثر اصاحبي خمسة ديال اش كتاكل؟ تتسحب من ميسانجو واش؟ والزيت خمسة عزيز واي هما ليسانج راه كتاكل شي 25% ولا لطيف قلت لك انا عمرني ما طفرتو معاه وباز لك معاه صحيب اي وكتعرف تسوق غادي بلا فرانات بلا سينيالات بلا واي براكة روح سن كنا نهربو الساعة ما القضية تزيرت ما بقى فين تهرب والله ما الكرويلة صحيب الحديد هذا هو الحديد راه عند مالي اش قربك حتى للحديد وستامي واد الحياة تاهي راه ماشي سهلة راه كاين اللي كيعرف يتصرف مع وليداتو وانت كاين اللي طالع براس مرتو كاع مرتو والدة مع الولاد وما تحملش فيه الشعرة تكون صابت تكون حرقاتو حنت فلس ما كيعرف يدوي ما يعرف يعيش ما والو معقد صخور ديما هو عايدور ويدفل تفو كون عقبة سني ربي انا ولا العيشة ونعقب سك ربي تادرك مهم لا تصلح كاع كان بحالك تموت منهم 700 لاش اش من تاريخ خليت قبسك ربي تا هو القروج الله يعاونو اش عرجلي غنو ممي ممي الله يسهل عليه دوك وازا كيبقاو تابعينو تيبياضو ما صوروا منو والو وكيبردهم اصحابي شتي رجلي للمرضيين كيدايرين اي نعم بنادم ما يضحك ويفوج وكتعجبني التاس التامي ديما ضاحكت الحمد لله مالي اش خاصني بخير وعلى خير حمد الله ونشكره داكشي دخلت الماء مزيان دخلت الضوء الحمد لله
باقي خاصها الدار يفرج بها. ما كاين بس الدار دابا تجي تاي. المرة دخلت بوديجة الدورة عندي الشمع عندي بوطة. وتحمد الله وتشكر واش خاصك هذا؟ وانت راه خاص بنادم يحمد الله على صحته. اياه. ما البشر عمره ما يقنع. كاينش مزاح. راه اللي عنده منيار خاصه جوج. شو بنادم قبل ما تكون عنده الدار اش كيقول؟ اش كينوي؟ وكيقول لك واش من نهار نتفكوا من الكرا ونديروا اقبر الحياة شي دويرة واخا نشرب فيها على الماء والخبز وما يدقش عليا مول الكرا. وعايدير الدار ويبنيها. ويقول لك خاصني نكري لتحت ونسكن لفوق. باغي يطلع لفوق. شويه كيبغي يضاد مع جارو كيقول لك هو عنده 4 طبقات انا ندير 4 طبقات شويه يدير ريدوات وهذه هي الدنيا الدنيا فيتنا نعم كبحر مكره الزياده حنا شي قنعنا تيموت بنادم ويديه للروضه كيشتي اخر ركبه في الحديد هي ديك ديال لابيلانس الله الله كيديو بنادم كيدفنوه في التراب بلي كتضربوا الفيقه كيلقى راسو تراب من هكا وتراب من هكا وفمو عامر تراب عاد كيرتاح ولابس على البيض بحال كيبيع سايكوك ايه لا اله الا الله هذه الدنيا وشوف هالمرة المرضية دروك انا بغيت تحلم على راجل لا شي حلم مع الصباح تقول لي البارح رانا في منام الله نعست على جنبي اليمن وقريت ايات الكرسي الله ونشوفك تراكب على عود بيض وانا على عود بيض وصادين القبلة كيقول لي واقيلا هاد الحلمة ديالك ما تكدبش واقيلا لا غنمشيو للحج سهلات الخير العام الجاي ان شاء الله نمشي ونديك معايا يا وكيمشيو للحج يزوروا المقامات ويرجموا ابليس يرجموا ابليس نعم ويشربوا الماء ديال تما ما يضرهم ما تقلب عليهم من الزلام ما والو ويجيبوا الباروك تمو جايبين من تما جايبين ماطر مفصلين باروك جايبين توابات جايبين الماقن جايبين الباروك للجيران تسابح الزرابي الله في العائلة وجوه النحس نهار اللي بغي يمشي للحج كيعيط على شي وجوه المحاكة ولادو كيتضاربوا ديما كيمشيو للحبس وجوه النحس وشي جيران عدو ويبرك ولادو الوسط ويبدا يوصي فيهم اش يقول لهم اشتو اش كاين الجماعه اش كاين انا رانا غادي وشوف نعقب ولا ما نعقبش ويوصي بولادو شوفوا انا راه ما نبغي بسالة ما نبغي زياده اللي دوا غرقوا معاه هذا طيف هذا طيف كيمشي يحط رجله في الطياره ويشدو شي وجيع رقيق من البطن يطيح لابو الغضب هكي وصل تما الناس طوف هو بارك تما نازل عليه شي غضب ما يخرج ما يدرج وحاط عليه شي زب شي دبان زرق ديال الموت لطيف لطيف نهار اللي تلقاو لي المطار كيجيبونو عم تكينو عليهم جاي مسهرس هاي عاد كيجيو عدو دوك الرهوط اللي جاو عدو نهار اللي بغا يمشي بداو يسولو فيه ويلي يا صاحبي جيتي ما بحالتك ما يتشابس كيزيدوا عليك يخلعوه وكنتي صحيح كيلعاود هاد الحج عاد زطي فيه صافي اش داك لي انت واه ما فرحش بك سيد النبي واه وعاود لينا وطفتي هو مقابل ما انا هو اللي مشي له اخويا وانا مريض ما خرجت ما درجت ما والو يوم حلمتي ما والو وحلمت اخويا باش حلمتي وقف عليا واحد بعود واخويا الله الله وعدو سيف جاي بشرك ما دوا معايا تنخشني بداك السيف وقال لي شوف انهار باقي تجي لهذا المقام انحيد البوك الراس على الجنازة شتي وجه النحس هذاك المقام ديال وجهو العرباوي يكون يقدم شاب الهنوات خاطر جمهور كريم خاطر مريض كثير هيا كلكم معنا هيا كما تفجر
مات ما ندعونا الكروسة وبغيت ندور ونسلك الأيام والله الخوت ما قالونا قلب لعب وانا شمور وبعد أفدام لبنو ما تفلحونا لوحة الحمار واتبع حول ليمونة قلب لعب وانا شمور وقعد خدام لكمو بطل حولا يا دفت الروس بغيت نظهر ونسلك ليام الله لخور فقالونا بغيت انا نولي خبار نظل واقف مشيت لوحة الحمار أتبع حول ليمونة أنا نلعب وأنا شمور وقعد خدام بطلوبة فرحونا يا دكتور الروس بغيت نظهر ونسلك ليام الله يخوت مقالونا وجهوك يفكرونا انا منعب ولا شمور وبعد اقدام بدلو ما تفلحونا انا الكروسة بغيت نظهر ونسلك ليام والله الخوت ما قالونا شوك الفكرونا أنا من عام وانا شمور وقعد أخدام بطلو ما تفلحونا يا دكتور الروس بغيت نظهر ونسلك ليام الله الخوت ما قالونا من حالي ديما محظور فينا مسكين شي بوخاوي صاح ومقهور ولا بنادم عليا داوي انا بنعم ولا شمور وقعد قدام تطلو ما تفلحونا يا دكتور الروس بغيت نظهر ونسلك ليام الله الخوت ما قالونا عايش بالتلصق ومقهور ولا بنادم عليا داوي عن العام وانا شمور وقعنا خدام بيبنو ما تنفعونا يا بنت الروسة بغيت ندور ونسلك ليام والله الخوت ما قالونا شكرا شكرا الجمهور الكريم ميرسي تبارك عشرف هاد القهوة غادا تقتلك هادي تا صاحبي ما ديو خبار ما نجيب أخرى وتا سيدي يا درويش دخل سوق راسك واتصلت لي على الجزيرة والناس راه سيرة صاحبي الجورنانات كاين اللي ولا شري ربعة في النهار تا هاد الفوضى قال لك ميريكان ضربت اس تا اش ضربوا الميريكان تا 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 واقيلا الحماق مشات ضربوا لهم داك المارشي ديال الخدارة قال لي شي كرار رسول ويلي ويلي هذاك مارشي هذاك ترى معلامة هذيك عرفتي اش كاين تما صاحبي اش كاين واه اش كاين وراه كلشي اللي بغيتي كاين تم اها واني صاحبي راه محنوم في هذيك الضربات ايوا وراهم سالين يقلبوا قالك شكون اللي ضرب
وياكم مع ولا ما كيعرفوا اللي تحت الماء واللي فوق الماء واللي في السماء وما عرفوا شكون ضربهم ها مالهم ما يضربوا عباد الله قتلوا بالناس ها عدوهم هو الاسلام وما ما يضربوش وما هاكو النهار راه اللي كيضرب لا بدا يجي بيجي ضربه قالك السيد النعام يلقاه يلقاه وهناك تعرف الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى شتي هادي ما عرفوهاش من جات اخويا وانت ماشي هاد القضيه ها واش عمرك شي واحد حيدوا ليه عين ها وداروا ليه عين كتشوف لا ما يمكنش كيديروا ليه بيا عين ديال الميكه بقره كتقلب على الربيع كيردوه وما ما صابوا ليه عين خيط العين ديالو شتي تعدوش على الخيط شوف الحكمه ديال الله سبحانه ما كيخليش البشر ولكن ها خاصنا نشوفو نسكتو في الحقيقه سي ودخل سوق راسك الوقت كل واحد يشوف ويسكت هي في الحقيقه راه منحنوهم شويه غير مازال سي مازال شوف انت ما عمري شفت هذاك بوش كيبكي دا شفتو شتي ها ايه وكيتسنى الضربه الجايه الاخرى ما تعرفهاش شي ما عرفها تاني مي غتجي يا اخو ايه يا شتي تعدوش على الخيط وطلبتك يا ربي ترفق من شي ذق خلق ممي يا را الكرشه والمصران يا هذير الثمن جاب لي بيبي نسيبك جاب لك بيبي ها اللي هي سكي جام العرويه نعم تاع العرويه مطورينا وكانت النيه بكري ومشى هذاك الوقت ها ويلي ويلي كان العرويه تمشي للمدينه كيجي محمل جاي مع الزبده والدجاج وبيبي والبيض السمن ها سله ديال البيض كيما قلتي تا ما بقاش دابا داك ممي العروبيه ولا ويجيو طوال حتى كيجي مع قرعه ديال الحليب ويبرك شهر يولي الراجل اللي كيدار مع المراه ويهرس المواعن كاحي باش هو يعيق هو مقابل امها ما كاين باس ديروا لي صلاده وباغي نفوج وباغي نشوف المرسى ولكن تاهما راه كيبرزطوا هما اللي مدينه اللي كيمشي عندهم في الصيف ده. كيبرزطوا العروبيه صح ايوا ود المدينه غادي وغادي بالدرب تاع الدراري وما غادي معاه بوالو ما يصيروا مالو فيهم الشيكي ولادو لابس واحد الفايقيه صح دا المعلم والله الا الصد وحراره وانت شكون اللي قال لك جي والعروبي ولا كيطلع لهم الدم وانت راه يطلعوا لهم الدم والمديني ولادو دايعين وقبح الدراري قبح الدجاج الكبير ياكلوا ويذبحوا لهم العروبي والصغير يقتلوه باروش شاد في اللوس قاتلو وجايبو تا لحد العروبي والريبي عزيزي انا قتلت دير موه والعروبي مقابل ولدو فرز لي البعلوك للجنان حيد لمو القراج واني كون فرز واش غادي يدير ليه العروبي تطورو ولا وتما كيصوبو لهم اللعيبه شناي دابا العروبي باللي كيعيطوا عليهم والدينا في التليفون ولا عرفهم غيجي ولا كيخوي لهم واحد البيت 15 يوم كيخرج منه الفراش وكيسدو وكيخلي داك البيت كيجمع البرغوت مزيان واليد كيجي وكيصاوب لهم الطعام ولا شي حاجه العشاء يتعشاو بكري يفرش لهم في داك البيت يفرش لهم في داك البيت اللي كان خاوي عامر برغوت وكيسد عليهم من برا وبشيه كيميك الله كتوصل 11 الليل ها تسمع الزقا اش كيدير الزقا الله الله اي 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 شي بنيه تا يلا يا وليدي كيدخل الودنين شي برغوت قاصح ما يقتل فيه يقتلوها البرطاسه ياس ايه راه محنوم في السيره في السير ورا الغابه يا البنات سعات وطلات امي الغابه 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 ما الغابه مقلقه وريني وحشك يا الغابه اني نادي غني على هاد الغابه وريني الغابه يا الدحش الغابه مالكي مقلقه ماشي ما تقلق علاش اللي جاي تسبره فيها هي تبقى سابره دا
ديما الجديد ديما الجديد هو الغابة. ورا عودك يا الشهاب يا ما يبرد قلب يا هنا وذو الغوات هاد مولي الطاكسيات شحال كيجري وتا هما يطيروا في الطريق اصاحبي وعلى بلاصه ب 60 ريال يقدر يقتل لك روحك وتا واحد العروبي مسكين بحالنا ايه او جاو ركب الطاكسي بيض زيد وصلوا خلصوا شحال قال لي 60 طاريفه 60 وشويه واحد واحد لادريسه ويجبدها قال له ذاك مول الطاكسي ودير راه جاي حد شي فاميلا هنا هاد لادريسة قال له ودي ما عرفتهاش سير عند مول الطاكسي حمر عطيه لادريسة راه يوصلك اييه جابها المول الطاكسي حمر مدلي لادريسة قال لي وصلني لهاد لادريسة وصلوا قال لي شريف هادي هي لادريسة راه خلص شحال قال لي 400 قال لي حنا ركبت هذاك الطاكسي بيض ب 60 وتا قال لي راه هذا حمر العربي مطور قال لي شكون اللي قال لك سبغوا بالحمر انا ملفين عبي ابو البيض وراي تسالوك شي ركعات يا مشاو مع البنات يا الزغوي ما 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 يا ودي مالهم مالهم خاصك تنصاب وتهرب يا باش دير الصرف لا بغيتي ايه هاد الزمان هذا نعم كون ماضي كون ماضي ويلي ويلي وش لاق والب ولات واش قلنا احنا على البيا والشراية وكل شيء ولا في الكذوب هاد الزمان ياه قال لي بغيت الحلال لا بغيتي الحلال بهاد الزمان راه ثبات بالعشا ما عاد مهاقة ديالك ولد عمي الا كان عشي مهندة ديالك ولا شي حاجة عادية راه ما دير والو وضروري تكذب اسي ولا بدا من التخلويط الزمان هذا اه ويلي ويلي